Thank you, Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain at the floor. سيد الرئيس، ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بملاحظات المفوض السامي المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان، فضلا عن حقوق المهاجرين. إننا نشعر بقلق عميق حيال استعداد بعض الدول لإقامة فعاليات ثقافية دولية كبرى في حين أنها تقيد التعبير الفني والثقافي لمواطنيها وتمارس أبشع أنواع استغلال عمال المهاجرين العاملين على إقامة هذه الفعاليات. ويسود هذا الاتجاه في قطر المرشح لاستقبال نهائيات كأس العالم لسنة 2022 لكرة القدم والتي فشلت في ضمان حقوق المواطن وغير المواطن على حد سواء. فعلى سبيل المثال في عام 2011 اعتقلت القوات القطرية الشاعر محمد بن الذيب العجمي وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم متعلقة بتعبيره الأدبي. في الأسبوع الماضي سعدنا جدا بصدور الإعفاء عنه من أمير قطر بعد أن قضى أكثر من 4 سنوات في السجن. إضافة إلى الحكم على المواطنين لتعبيرهم الفني، فإن الحكومة القطرية تهمل أيضا حقوق العمال الأجانب العاملين في مشاريع البناء الهائلة لكأس العالم. ففي عام 2013 ذكر المقرر الخاص المعني بالمهاجرين أن نظام العمل في البلاد هو مصدر إساءة في المعاملة والاستغلال. وفي السنة عينها قدر اتحاد النقابات الدولي أن 1200 من العمال الأجانب لقوا حتفهم في قطر، وتوقع موت 4000 شخصا على الأقل قبل بداية كأس العالم. على قطر احترام حقوق الفنانين والعاملين في البلاد أكانوا قطريين أو أجانب، طالما هي تستعد لعقد واحد من أكبر الأحداث الرياضية والثقافية في العالم. ندعو حكومة دولة قطر إلى تعزيز الحق في حرية التعبير وحمايته لمواطنيها ولجميع سكانها والمقيمين فيها، والعمل على حماية حقوق العمال الأجانب الموجودين بكثرة على أراضيها. وشكراً.